مساء الخير عليكم في أولى حلقات برنامجنا أنا وضحى. معايا زمايلي أستاذ نجاح رضوان وأستاذ كريم أنور، وطبعا أنا ضحى نجاح. النهاردة أولى حلقات برنامجنا، وبإذن الله هتبقى موجودة معانا الحلقات دي كل يوم اتنين الساعة 3 العصر على قناة الصحة والجمال. هنتكلم في النهاردة يا كريم. انت قبل يعني قبل ما ندخل الهوا بتقولي ان ضرب الست لجوزها ده مش رقم ينفع نتكلم عنه، او شايفه ان دي حاله نادره؟ حالات نادره بالنسبه لان الجزء الثاني او الشق الاخر من المشكله ان الزوج بيضرب زوجته اكبر بكتير من ان الست تضرب زوجها. طب انت تخيلي رقم الاحصائيات اكبر بكتير. الاحصائيات تخيلي رقم، يعني كم عدد الزوجات اللي اعتدت على ازواجها خلال 2019 بس مثلا؟ اضربي رقم كده، يعني قولي رقم. 50,000 452، وده رقم. لا مفيش 50,000، يعني شفت انت مبالغه كمان. انا مبالغه 452 ده رقم كبير، فدي حاجه تستحق الدراسه يعني. يعني استاذ نجاح، يعني بس خلينا متفقين ان دايما المشكله بتبتدي من الراجل. يعني نوادر ان هنقول مثلا الست دي ست قادره مفتريه، دي طيبة حاجه تانية، بس طيبة. عاده الراجل هو بيبقى اساس المشكله، ودي احصائيات كبيره جدا على مدار السنين اللي فاتت. وزاره الصحه العالميه كل سنه بتطلع احصائيه جديده بان العنف الاسري دايما بيبدا من الراجل، نوادر لما بتبدا من يعني الست. يعني انت شايفه ايه حجم المشكله اللي ممكن يعملها الراجل عشان مراته تضربه مثلا؟ يعني اقصى حاجه ممكن يعملها؟ لا، هو ما اعتقدش هيبقى فيه سبب، لان انت بتساله على الاكل هتاكل ايه بيقول لا اي حاجه، دي اقصى حاجه ممكن تحصل. ما اعتقد. انا اختلف معاكم واتفق معاكم في حاجات. المشكله بين الزوج وزوجته دائما دائما الزوج متطلباته صغيره، كاكل وشرب وحاجات من اللبس ومش عارف ايه. الست حتى لو الزوج كان عصبي وجاي عصبي، طبعا الزوج عنده اشغاله وحاجته، فممكن تحتويه اثناء تعبه وشقاه، فهي قادره ان هي وهو جاي معصب جدا تحتويه تخليه ريلاكس خالص. الراجل سهل والله جدا جدا. انا من اتنين رجاله اصلا، فلازم يبقى الحياه كده. اسمحوا لي وانا طبعاً. اهل خبره، الزوج ساعات بيبقى شاذ في طلباته، بيبقى طبيعته غير سوي، فده مقدر ان هو يضرب مراته. لكن لو في احترام من البدايه متبادل متفق عليه بين الزوج والزوجه، حتى لو في مشاكل تتقال بصوت واطي ومع نفسهم في اوضه واحده بدون علم الاولاد، بيبقى كويس جدا. اذا فلت اذا صارت الضجه شويه او الخناقه، هو قادر يحتوي الموقف وهي قادره تحتوي الموقف، الاثنين مشتركين على فكره. الموضوع لازم ما يخرجش من جوه البيت الواحد، لكن طالما الموضوع وصل للنيابه فاحنا مضطرين هناخد معانا سياده المستشار محمد خضير الفقره الجايه، قاضي عرفي ومستشار قانوني، هو اللي يقدر بقى يحكم في الموضوع طالما الموضوع وصل للنيابه. بقى خلاص بقى. بس خلينا متفقين على حاجه بس قبل ما نطلع الفاصل، ان للاسف للاسف في بيوت مصريه كتير طريقه التربيه للولد بتختلف عن البنت. بتعلم الراجل ان هو يبقى راجل بسلطته وجبروته، مش بالمتفاهم والانصياع او الاستماع زي ما بيقولوا. الانصياع، بصي الكلمه طالعه منك، الاستماع للطرف الاخر. هو الراجل دايما بيبقى فاهم ان هو راجل بقوته او بعضلاته مش بفكره. لو هو فكر فعلا من الاول ان هو يسمع الست وهيحتويها بدل ما يمد ايده من الاول، هيبقى الموضوع افيد كتير. انا متفق معاك ان الموضوع ممكن يكون له علاقه بالتربيه، بس طالما في 452 حاله في النيابه يبقى لازم ناخد سياده المستشار. عفوا يا كريم، مش شرط تكون الزوجه اللي غلطانه دايما. مش شرط. لا مش شرط، انا ما قلت مش قاعده. عايزين نتفق على المبدا ده، مش قاعده. الراجل غلطان، وساعات الست بتبقى هي اللي مولعه البيت، فهي هنا الحكمه، ودي بتيجي مع خبره الجواز وعدد سنين خبره الجواز. وعدد سنين الجواز، خبره الجواز، انا اقصد في عدد سنين الجواز يقدر يحتويها. بالظبط. بيعرف عنها اطباعها، هي فهمت العشره أطبعه. بتعلم العشره برافو عليك. بالظبط كده. لكن في ناس لا، فعلا الملف لو فتحناه مش هنخلصه خالص، ولازم ناخد الضيف. فاحنا اللي هيحكم في الحوار القاضي العرفي المستشار محمد خضير، باذن الله معانا في الفقره الثالثه هيتكلم بالتفصيل عن الموضوع ده، وهيحكم لنا من الاخر مين صح ومين غلط او ايه اللي المفروض يحصل في الاخر. بس قبل ناخد سياده المستشار لازم ناخد فقره الاخبار الاول. هنتكلم عن مجلس النواب وانتخابات مجلس النواب باذن الله. وباذن الله الفقره الاخيره معانا ديفيد المصري، ساحر او الساحر، فنان خداع بصري زي ما يحب يتقال. بالظبط، بلاش اقول ساحر. تمام. نطلع فاصل. تمام، نطلع فاصل ونرجع تاني.
ورجعنا لكم تاني في برنامج انا وضحى، ومعايا زمايلي كريم انور ونجاح رضوان. في الفقره دي هنتكلم عن اخر الاخبار الموجوده في مصر حاليا، وهي المرحله الثانيه لانتخابات مجلس النواب واخر النتائج الموجوده، وباذن الله هناخد مداخلتين. اول مداخله معانا مين يا كريم؟ معانا زميلتنا شيماء اشرب بن بوسعيد. مساء الخير يا شيماء. شيماء معانا؟ الخط مجمع ولا تمام؟ طب انت ممكن عقبال ما شيماء تدخل معانا تقول لنا الاخبار في السويس ايه؟ هو الاخبار في السويس. الو شيماء. اوكي شيماء اشاد. ايوه تمام. ازيك؟ وصلت. سمعانا هي كده؟ سمعاني يا شيماء؟ شيماء. طب استاذه شيماء دلوقتي في مرحله لسه هتجمع هو نتائج الفوز في السويس. يعني انتهت القعده بين اربع مرشحين. تمام. بالترتيب كده، اللواء حسن عيد. تمام. المرشح رامي العبيد. اوكي. المرشح احمد مراد. المرشح الرابع. لا بالترتيب. بترتيب الاصوات، اللواء حسن عيد. ايوه تمام. جمال عبيد. اوكي. جلال مازن. جلال مازن يليهم احمد مراد في أحمد النهايه. مراد. هيتم الاعاده بينهم على مقاعدين في مجلس النواب يعني في انتظار حسم القائمه الوطنيه. تمام. شيماء رجعت معانا دلوقتي. شيماء معانا. مساء الخير عليك يا كريم وعلى الزملاء في الاستوديو. مساء النور يا شيماء. مساء الخير عليك يا شيماء. منورين يا جماعه ومتالقين دايما. نور ربنا يخليك. ايه الاخبار عندك في بورسعيد؟ يعني خليني اقول لكم ان بورسعيد من المحافظات الجميله والصغيره. نسبه الاصوات او من يحق لهم اللا باصوات محافظة بورسعيد هم 515,740 ناخب. دول موزعين على 98 مركز انتخابي بإجمالي 172 لجنة فرعية. كان بيتنافس في الدائرة الأولى 30 مرشح، ودي بتضم 248,337 ناخب موزعين على 46 مركز انتخابي بيضم 88 لجنة فرعية. في الدايره الثانيه وهي بورسعيد دايرتين بس، كان في 20 مرشح، ودي بتضم 267,453 مرشح. يعني خليني اقول لكم ان الانتخابات مع انتهاء الفرز امبارح، طبعا النتيجه الرسميه لم تعلن بعد، ولكن خليني اقول لكم ان كان تم فوز نائب احمد فرغالي في الدايره الثانيه. تمام. ولكن الدايرة الأولى هيكون فيها إعادة بين حسن عمار وسامي عامر، الاثنين مرشحين ودول كانوا أقرب للأصوات. هيكون إن شاء الله في بينهم إعادة. أقدر أقول لكم إن الانتخابات في محافظة بورسعيد كانت جيدة جدا، نقدر نقول كان في عدد كبير من الأقبال من الشباب، وده كان صورة جميلة. ما كنا دايما بنقول كبار السن متصدرين المشهد والشباب مش ظاهرين، لا في بورسعيد الحمد لله كان في نسبة كبيرة من الأقبال. كان أكتر من انتخابات الشيوخ يا شيماء؟ حقيقي، ويمكن عشان معظم المرشحين من الشباب. يعني المرشح اللي فاز باكتساح احمد فرغالي هو من فئه الشباب. معلش يا شيماء، جاب كام صوت بس؟ والله حسب ما وصلت للاصوات النهائيه هي كانت 53,000 صوت. ما شاء الله ما شاء الله. كويس جدا. هو ليه علاقه بالنائب بورسعيد الشهير بدر فرغالي ولا تشابه اسماء؟ لا لا لا، هو تشابه اسماء. وبالفعل فعلا خليني اقول لك ان ياسر البدري فرغالي كان نازل برضه انتخابات وحصل على عدد كبير من الاصوات، ولكن ده في دايره اخرى يعني غير دايره احمد فرغالي. احمد فرغالي كان الدايره الثانيه، ياسر البدري فرغالي كان في الدايره الاولى. والاستاذ ياسر عمل ايه؟ حصل على اصوات كبيره لكن ما توفقش بدخول الاعاده. ربنا يوفق الجميع ان شاء الله. ربنا يوفق. يعني خليني اقول لك ان اهم المظاهر اللي كانت حلوه في بورسعيد امبارح هي كانت الكنيسه في بورسعيد قامت بتوفير سيارات لنقل كبار السن والمسنين. كمان الاحياء قامت بتوفير المياه البارده، لان احنا على عكس كل محافظات مصر رغم ان احنا محافظه ساحليه كان الجو حر جدا عندنا ما كانش امطار، فوزعوا المياه البارده على المواطنين امام اللجان. كمان مديريه الامن كانت عامله دور كبير جدا في توفير الكمامات ومتابعه التعقيم والمحافظه على التباعد الاجتماعي للتصدي لفيروس كورونا، والحمد لله الامور كانت ماشيه بشكل طبيعي وغرفه العمليات ما سجلتش اي مشاكل في بورسعيد. تمام يا شيماء. شكرا يا شيماء، والف مبروك للساده النواب اللي فازوا، ونتمنى يكون عند حسن ظن الشعب البورسعيدي والشعب المصري كله. شكرا ليك يا شيماء.
ودلوقتي معانا المداخله الثانيه استاذ عمرو شاشه. استاذ عمرو الشامي. عمرو الشامي محافظه كفر الشيخ. استاذ عمرو الشامي جايه الدستور كفر الشيخ. استاذ عمرو. لسه ما جهزتش دلوقتي المكالمه، ثانيه واحده هنوصل لها. طب استاذ نجاح، ايه راي حضرتك في انتخابات مجلس النواب في المطلق في الساحه في مصر؟ هل مبشره بالخير؟ هل هيبقى في تغيير عن مجلس النواب اللي فات؟ هل لا هيبقى في تغيير اكيد، لان المجلس اللي فات كان كل همه تشريع القوانين. تمام. كان في قوانين كتيره لازم تتشرع، فالقوانين دلوقتي خفت يعتبر الا ما ظهر جديد فيهم يعني. تمام. فالنواب حاليا هيبداوا فعلا خدمه دوائرهم الانتخابيه بما يلزم لهم من تشريعات وقوانين وخدمات، وحتى لو كان في تشريعين لسه ما خلصوش زي قانون العمل الخاص. تمام. وقانون التامين الصحي في بعض المحافظات، زي يعني هو بدا في بورسعيد ما بداش في السويس لسه مثلا، ما بداش في بقيه محافظات ثانيه. فهيبقى همهم الشاغل تطبيق اللي هو مطلوب فوري في لجنتهم او في دوائرهم او في الدوره التشريعيه بتاعتهم. لكن فعلا كان النائب السابق للدوره الحاليه اللي لسه منتهيه يعني، كان همه كله كان حوالي فيه 500 تشريع و500 قانون. وده يمكن كان سبب في عديد من المحافظات ان يعني ابناء المحافظه ما حسوش بنوابهم اساسا، ما لمسوش تواجدهم في الشارع، لان كان انشغالهم دايما بتشريع القوانين. مثلا في السويس ما عندناش حد لا دخل اعاده ولا كسب من النواب. برافو عليك، لان هم اصلا بامانه شديده كانوا مشغولين داخل المجلس. كامل احترامنا يعني لهم، لهم عليهم طبعاً. عليهم وبذلوا جهد يعني داخل المجلس بتولي كان قريبا جدا من الاعاده. كانوا مشغولين فعلا في جلسات ليليه كمان عشان القوانين اللي كان ما قبل المجلس صدرت من السيد الرئيس، فلازم ليها تشريع قانوني، فكانوا مشغولين جدا في كذا قانون وكذا تشريع. لكن الحمد لله هنقول للنائب ده اللي جاي جديد، النائب الخدمي اللي جاي للدوائر بتاعته، ونائب يستطيع ان يصدر تشريع او يصدر قانون يفيد بيه الوطن او الدايره. ده انا رايي هيشتغل كويس جدا النائب الحالي. معانا مداخله ثانيه ولا نطلع فاصل ناخد ضيف؟ نطلع فاصل. نطلع فاصل ولا محتاجين نعلقوا على حاجه معينه؟ نطلع فاصل. نطلع فاصل. نطلع فاصل. معانا المداخله؟ معانا موجود. اوكي استاذ عمرو وصل معانا على الهواء. استاذ عمرو. مساء الخير يا استاذ عمرو. مساء النور. اخبارك واخبار كفر الشيخ ايه؟ والله الحمد لله بخير، كله تمام يعني. الحمد لله. اخبار امبارح الصراع السياسي للجوله الانتخابيه الاخيره للمرحله الثانيه كان اخباره ايه؟ احنا عندنا نسبة المشاركة التصويتية في كفر الشيخ كانت عالية نوعا ما، يعني تجاوزت 35% في مقلوب حق التصويت، بواقع 791,000 مواطن قام بالتصويت. ما شاء الله. دلوقتي عندنا تقريبا كل اللجان فيها اعادات، عندنا اربع دوائر انتخابية. الدائرة الاولى اللي فيها احمد طنطاوي اللي هو مراد القطان، محيي القطان، باسم حجازي، ست مرشحين في الاعاده على 3 مقاعد. الدائره دي كانت مشتعله، وطبعا قائمه الوطنيه اكتسحت في الدائره الاولى. اما الدائره الثانيه عندنا برضه فيها اعاده. لحظه صعبه. الدائره قائمه وفرد اكتسحت؟ الحمد لله. لا القائمه اكتسحت. لكن فردي عندنا فيهم بالاعاده ناس اكتسحت من حزب الوفد، مستقلين، حزب مستقبل الوطن. تمام. تمام. ده في الدائره الاولى. الدائره الثانيه عندنا مستقلين وعندنا حزب مستقبل الوطن برضه في الاعاده، وهكذا الحال في الدائره الثالثه. اما في الدائره الرابعه والاخيره عندنا طبعا استاذ محمد عبد العليم داوود حزب الوفد متصدر، ومعاه طبعا بعض الخمسه تانيين فعلى مقعد الاعاده او في جوله الاعاده هيتم الاعاده ليهم. فيهم حزب الوفد زي ما قلت لك، فيهم مستقلين وفيهم مستقبل وطن. على مستوى الاربع دوائر القائمه الوطنيه اكتسحت. ولكن كان في منافسه برضه من قائمه المستقلين، يعني هنا اخذت اصوات مش قليله. الفارق كان في تنافس بينهم، لكن في الفارق كان ايه يا استاذ عمرو في الاصوات؟
يعني كان فرق بصراحة، يعني كان كبير، بس يعني ما كانش اللي هو المتوقع، يعني كنا متوقعين تظن ان ان القايمة جابت عدد اصوات اكبر من المتوقع القايمة المنافسة. بالظبط. يعني جابت اصوات مش قليلة، يعني كنا متوقعين ان هي مش هتجيب الاصوات دي، لكن مع الفرز لان جابت اصوات يعني بدأت تقترب منها من القائمة الوطنية في بعض الدوائر. في نواب يعني سابقين يا استاذ عمرو دخلوا الاعاده؟ نعم، نواب الدوره اللي فاتت السابقين دخلوا الاعاده لا مع ما فيش غير نائب واحد فقط اللي هو احمد احمد طنطاوي، طنطاوي. احمد طنطاوي ده الوحيد اللي دخل اعاد، اما الباقيين فدول خلاص ما طلع خالص من عندنا. تمام. طبعا يعني زي ما قلت لك عندنا في منافسات في الاحزاب، حزب مستقبل الوطن، حزب الوفد، عندنا المستقلين كان المفاجاه بتاع السنه دي ان هم السنه دي تمام. قدروا ان هم ينافسوا بكل شفافيه. أعمارهم إيه يا أستاذ عمرو في الشباب؟ نعم. طبعا الشباب احنا عندنا 150 مرشح فيهم نسبه كبيره جدا من الشباب، وده وده المفروض. خلى الاقبال يزيد في المشاركه على العمليه الانتخابيه، خاصه برضو ان الشباب طلعوا الانتخابات بالسيفت يدوا باصواتهم، وده كان لافت جدا لان اللي كان فيه عدد من المرشحين شباب، فكان بالتالي في عدد من الناخبين شباب. ربنا يوفقك استاذ تمام، عمرو، وان شاء الله شكرا. الدوره الجايه واللي بعدها نشوفك عضو مجلس نواب عن كفر الشيخ ان شاء الله. ان شاء الله تمام. باذن شكرا الله. يا استاذ عمرو. شكرا. وبكده تكون فقره الاخبار انتهت معانا، وبالتوفيق باذن الله لكل النواب وباذن الله بالنجاح، ويقدروا يساعدوا في تقدم مصر ورقيها باذن الله. نطلع فاصل ونرجع تاني مع المستشار القانوني محمد خضير. ورجعنا لكم تاني في الفقرة الثالثة من برنامجنا أنا وضحى. في الفقرة دي معانا المستشار القانوني دكتور محمد خضير، شيخ قبيلة العامرين للفصل في المشكلة بتاعتنا اللي هي العنف ضد الأزواج. اتفضل يا كريم، الحمد المايك لله. معاك. مساء الخير. من هو ناشي. أصلا 452 حالة زوج تعرض للضرب من زوجته، هل دي مش يعني ده إنذار؟ يعني هل ده النسبة دي في تزايد يعني، ولا العدد وقف؟ طب أنا بداية أنا عايز أقول إن الموضوع ضرب الزوج لزوجته أو ضرب الزوج لزوجها دي موضوع ثقافة بتختلف من شعب لآخر، ومن خلال الثقافة بيتم خلق القوانين اللي هي بتنظم المسألة دي طبقا لعادات كل شعب. يعني إحنا النهاردة لما نبص للقوانين المصرية على وجه التحديد، يعني طبعا القرآن قال بسم الله الرحمن الرحيم والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. ولكن المفهوم التحت غلط. اسمح لي شيخ، عشر بالسواك. ما انا لسه كمل. لسه كمل. اتاخد المفهوم غلط طبقا للغط اللي حصل في المجتمع المصري طبقا لمر العصور. ولكن انتهي ان القانون المصري اخذ بيه، لا يوجد شيء اسمه ضرب في القانون نهائي، بمعنى ان الزوج لو ضرب زوجته او الزوجه لو ضربت زوجها مغلظ ومؤسم قانونا وحاسب زيه زي اي شخص ضرب واحد عادي في الشارع طبقا لجسامه الضرب. تمام. او لجسامه الاصابه، لان حتى النبي عليه الصلاه والسلام لما قال الضرب وبالسواك هو المعنى منها التهذيب. التهذيب المعنوي وليس البدني. التهذيب وليس التعذيب. بالظبط. النهارده لما يجي زوج يضرب زوجته او زوجه تضرب زوجها، احنا خرجنا عن المضمون الشرعي والقانوني والثقافي للمجتمع. ودي بتختلف من طبقه الى اخرى حسب التربيه. لكن القانون المصري غلظ ومنع، لان لا جريمه ولا عقوبه الا بنص، لا يوجد نص في القانون المصري بيقول او بيبيح الضرب سواء لزوج لزوجته او لزوجه لزوجها نهائي. ولو ده تم بيقسم قانونا وبيعاقب قانونا وبينزل متهم امام محكمه الجنح سواء زوجه او زوجه، مش لا فرق،
حسب درجه جسامه الضرب. الحساب بيكون على يعني عقوبه الضرب كان حد ضرب حد اي واحد عادي. طب بالنسبه للقضاء العرفي ازاي بيتعامل لو جات لك وقعه زي كده؟ لا القضاء العرفي ما انا لسه بقول مدلول. تمام بعد اذنكم بس معانا مداخله. اتفضلي استاذه سلوى عمر. هلا سلوى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. أنا برحب بالأستاذ نجاح، نور الدين أستاذ نجاح صاحب المحاضرة من السويس. برحب بحبيبتي ضحى أستاذ كريم. أهلا بيك أستاذ أستاذ محمد خضير معانا كمان. فعلا أنا بهنيكم على اختياركم لموضوع الحرب. الله يخليك. أنا عن نفسي بتكلم عن حاجة تخصني أنا. بسبب كثر المشاكل اللي بشوفها اصحابي توقفت عن حكومتي مضروبه من واحده مش عارفه نموذج كويس ضرب هنا كتير. انا على كل هنا عملت اضراب عن الجواز وقلت بس خلاص ده الحياه. مجرد ما بيتجوزوا شهر العسل بيبقى هو وفكره كتير. يا سلوى استاذه سلوى استاذه سلوى اتفضل. الصوت حضرتك بيقطع بس عشان الشبكه مفتوح شويه. والله انا مفتوح. حلو كده حلو كده اتفضلي. فبقول لحضرتك ان الموضوع دوت هو عامل لي عقده اصلا نفسيه ان انا خلاص مش عايزه اتجوز مش حابه الجواز فعلا. بس بعد ما اتجوزت انا عايزه اقول لحضرتك ان اهم حاجه هي الثقافه فعلا قبل البنت تتجوز او اوكل شاب يتجوز. البنت بتبقى عايزه الحريه في بيت اهلها باي طريقه. اشوف نفسي في القصر الابيض مش مهم مين الزوج ومش مهم ازاي اعامل زوجي بعد كده بعد الزواج. المهم ان انا اقرب من بيت اهلي اقرب من القيود اعمل فرح الناس ترقص معايا وارقص معاهم كده. الولد نفس الحكايه بيبقى عايز يكون اسره علشان يكون هو الامر الناجي في البيت. فلا ده عارف يعني ايه زواج ولا ده عارف يعني ايه زواج. واحنا فعلا اعمالنا النقطة دي. وأنا عشان كده بهنيكم لاختياركم. شكرا ليك يا سلوى. شكرا. هو طب أنا أخذ من كلام أستاذة سلوى فعلا هل إحنا بنعد الشاب الزوج لمسؤولية تحمل الزواج أو الفتاة معنى كلمة زواج وتحمل مسؤولية الزواج في مجتمعنا المصري عشان بكرة ما تتعرضش كل الأفكار وكل الأطراف؟ اتفضل. التربية نفسها. احنا لو احنا رجعنا شوية قديما الزمن هنلاقي ان قضايا الطلاق كانت قليلة. النهاردة المحاكم مكتظة بقضايا الطلاق وسن صغير مش كبير. ده معنى ايه؟ متهيألي يا استاذ محمد بعد سنة من الجواز تقريبا. ما هو اول ثلاث سنين دول لكن هي مش هتفرق سنة او اتنين او تلاتة لو تم التنشئة مظبوط والاعتماد على النفس مظبوط. احنا زمان كنا في المجتمع المصري انت ممكن تجهز بنتك. النهارده انت بتجهز ابنك. بتجهز ابنك فمش بتخليه يعتمد على نفسه. فطلع يعني انا بتكلم على مشكله عامه. نقطه عدم تحمل المسؤوليه. كنا عايزين نرجع لنقطه ان ازاي القضاء العرفي بيتعامل مع القضاء العرفي. ما احنا هنرجع لقضيه الثقافه. بالظبط. احنا في عندنا دايما اصول بدويه. الاصول البدويه دي بتمتد من الخليج حتى الغرب. بمعنى ان هي بتربطها كلها اواصر واحده اللي هي وحده العصب. انا النهارده بنتي انا زوجتها ما رميتهاش وما وديتهاش عشان تتعذب ولا تتضرب. بالظبط. تمام. فمردودها ليا بمعنى ان انا دايما عيني عليها. لو النهارده اتهانت انا اتهنت وبالتالي بعرف اخد حقي كويس وحقها بالتالي. اكيد. وحقها قبل حقي. وخلينا اعلق على النقطه دي بس يا استاذ محمد. ان في بيوت كتيره بتجوز بنتها ويلا عايزين نفرح بيكي علشان تتجوزي وتخلفي نفرح بخلفك وتقول للزوج كده في اول يوم جواز لا اكسر لها ضلع يطلع لها 24. ايه ده؟ حضرتك احنا بنتكلم على الرادع النفسي. بالظبط. للزوج الرجل قبل ما اخد خطوه ضد المراه اللي المفروض ان هي كيان وعمودي التاني للبيت. بالظبط. قبل ما اخد الخطوه دي انا عندي من جوه رادع يمنعني ان انا اتعدى عليها ولا لا. دي الفكره موجوده اصلها في التربيه. عشان كده في القضاء البدوي او في العرف البدوي في قانون خاص بحل قضايا الاحوال الشخصيه اسمه قانون بني عقبه. بني عقبه. بني عقبه. تمام. او القانون احنا بنسميه العقبي او المسعودي. وده قانون
طلع في الأردن وإلى الآن مطبق في مصر، اللي هو المرأة لا يتم طلاقها في الليل، محظور لا تطلق في الليل. تمام. السبب دي قوانين عرفية يعني كل رجال قبائل مصر والوطن العربي، ما ينفعش تطلق بالليل وتسيب البيت وتمشي. هي دي اللي انا عايز اسالها يا استاذ محمد، ما ينفعش تطلق عشان ما تمشيش من بيتها بالليل مطلقه الساعه 3 بالليل. لا يتم طردها، وليها قانون، ليها قانون رادع. لا يتم ضربها خارج المنزل. خارج المنزل لا، كانك ضربت حد اجنبي، ودي ليها قصاص رهيب. والضرب حق التاديب موجود والتهذيب موجود، ولكن في الحدود اللي ما لحقش بيها اذى. لاحظت بيها اذى لا، ليها حساب، ويتغرم الزوج ويتغرم كويس، مش بس الضرب والاهانه بالامر. الاهانه اللفظيه اللي تمس الشرف والعرض، ان في ديه للضوج، لانك انت لو مسيت الزوجه بامور تمس الشرف والعرض فانت مسيت اهلها. صح. ومس نفسه، ما هو جوزها ده مس، ما انا بقول لك هو مس اهلها، ما هو مس اهلها لان هو واخد البنت من بيت راجل. بالظبط كده، دي كبيره وليها تجربة. ولذلك أمور الأحوال الشخصية في القانون العرف البدوي لا، محدودة جدا ونادرة، ونادرة جدا. وما شفتش أنا حد، ما شفتش على مر التاريخ حتى في القضاء البدوي إن زوجها أعادت زوجها في مقعد عرب، لأن هو بيحترم الخصوصية دي وبيحترم العادات. مش هيحط نفسه في الموقف ده، لا يمكن. أيوة. لأن تغريمها صعب قوي، وإن كان في طلاق، وان كان في طلاق. يمكن انا عايز اضيف جزئيه صغيره. احنا عندنا قانون الوضع المصري في مساله النفقات. تمام. دايما بنقول وعلى الموسر قدره وعلى المضطر قدره، وده اللي اتبنى عليه القضاء المصري العرفي. تمام. الشرعي اللي هو زوجه رفعت قضيه نفقه عشان تاخد نفقه، طيب دخلت المحكمه، طب الزوج بياخد قد ايه؟ بياخد 200 جنيه. المحكمه هتديها على قد، مش هتديها على اللي يعيشها، تديها نسبه من دخله. عملت بمبدا وعلى الموسر قدره وعلى المضطر قدره، ولكن في القوانين العرفيه لا، بالتالي في المدني بياخد الثلث. ما هو الثلث على قد ايه؟ ايا كان النسبه. معلم مش هيقصد انها نسبه من دخله. أيوة. من دخله. لكن في القوانين العرفيه لا، الامر مختلف. ما تقتاد بيه وتقدر تعيش بيه اذا كان محتبسها على ذمته، ما طلقهاش. يعني الاحتباس لا، دي قيمه، دي ثمن. تمام. طب دكتور محمد، اخر سؤال عشان نختم بيه فقرتنا باذن الله. هي المعروف في العقوبات ان هي زي بتدي حاجه ماديه، اللي هو ده عقوبه عشان انت عملت حاجه غلط، وفي نفس الوقت عشان تدي حاجه نفسيه اللي هو بتصحح من الخطا او بتحط في دماغ الشخص اللي بيتعاقب ان هو انت عملت حاجه غلط فمحتاج تعمل حاجه صح، فبعدين مش هتغلط في الغلطه دي تاني. فانت شايف ان الاحكام العرفيه او الروادع العرفيه بالظبط والمدنيه، مين فيهم بيدي اثر اكتر في الازواج ان هو لا مش هعمل كده تاني؟ تمام. تحديدا في موضوع ايه؟ الضرب، ولا في موضوع النفقه، ولا في موضوع ايه؟ لا العرف. الضرب بالاساس. الضرب بالاساس. مبدا الضرب يعني لا، مبدا الضرب ده مبدا محظور على فكره. تمام. محظور في القوانين الوضعيه المصريه، ومحظور في القوانين العرفيه. ومحظور شرعا. تمام. مفيش حاجه اسمها اضرب. حصل وتجاوز. باذي، انا باذي انسان، انا مش بتجوز انسان علشان اذيه. هو طبيعي الرجل اقوى من المراه لو حسبناها بالعضلات. بالظبط كده. لكن لا، دي شخص وليها كيان. ولذلك هتلاقي الامر مختلف حتى في الدول الغربيه. الدول الغربيه علشان مبدا المساواه، هي بتشتغل وهو بيشتغل، فالثقافه عندهم مش زي الثقافه الشرقيه. قبل الهوا كنت قلت لي ان بيدفع نص ديت قتيل. ده في حاله الضرب المراه بره بيتها، او ضرب المراه في الشارع، مراه ما تعرفهاش، نص ديت قتيل طبعا. تمام. ماشي. شكرا استاذ محمد. شكرا. نورتنا الفقره دي جدا. تمام. ونطلع فاصل ونرجع تاني باخر فقراتنا. رجعنا لكم بعد الفاصل، ومعانا فنان الخداع البصري ديفيد المصري. عامل ايه؟ منور. منورك.
يعني ديفيد بقى ولا جوزيف شوقي؟ انا اسمي جوزيف شوقي بس اسم الشهرة بتاعي ديفيد المصري، بس انا حابب اسمي جوزيف شوقي عادي. هو طلع عليك امتى طيب ديفيد المصري؟ ده من بدري قوي يعني، لما كنت بطلع الاول حفلات فكان اللي بيقدمني بيقول لهم عارفين ديفيد كوفيلد، عارفين ديفيد بليم، فالنهارده انا اقدم لكم ديفيد المصري. طب بقالك كام سنه؟ 10 سنين حاليا، داخل في ال 11. ما شاء الله. بس خلينا نتفق قبل ما نبدا، احنا قاعدين 10 دقايق وبساعه مع بعض، بلاش مقالب ونقعد تطلع وحمام يجي في وشنا. لا 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 يعني على الهادي كده عشان لا 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 على الهادي. جوزيف بقى بلاش ديفيد عشان طالما انت بتحبه. تمام جوزيف، ايه اكتر خدعه خدت منك وقت او اصعب خدعه خدت منك وقت تتعلمها وتتقنها؟ لا في العاب ممكن تاخد بالشهور، وفي العاب ممكن يعني هو ما بيبقاش الوقت بيتحدد على حسب الخدعه، بس هي الفكره كلها انت اللعبة نفسها التكنيك بتاعها وتدريبك عليها. في العاب بتبقى معتمدة على خفة اليد صرف، ده شغل اليدوي، فانت محتاج تقعد اوقات كتير قوي تتدرب، يكاد كل يوم كل يوم انت بتتدرب، وهكذا. تمام. على حسب اللعبة برضو، فاهماني؟ انا متشوق جدا، عايز اشوف. تعالى نلعب حاجة. احنا ممكن لزيزة. نسألك وانت بتشتغل. ماشي. فعشان طيب. ما نضيعش وقت. انا هنا معايا نوتة. تمام. هكتب حاجة هحاول اتنبأ بيها. تمام. حاول تتنبأ. تمام. انا هرسم رسمه، وعندي في النوته بتاعت التليفون في كذا قايمه. القايمه اللي احنا نلعب بيها اسمها رسومات. تمام. رسومات ديت فيها 100 ايموجي او 100 رسمه. اوكي. تحبوا مين يلعب اول لعبه؟ خلينا انا الاول. طيب. انا بحب الحاجات دي. طيب انا عايزك دلوقتي تفكري في اي رقم من 1 ل 100. من 1 ل 100 اي رقم. اوكي ماشي. تمام. طيب هو في دماغك حاليا. اوكي. صح كده؟ ماشي. انا رسمت رسمه في اول ورقه. طيب. خليها معاك ما تشوفهاش عشان ما تقولوش ان انا هغير اي حاجه. اوكي. طيب. تمام. انا عايزك تفكري في الرقم دوت. ماشي. وعايزك تقوله لنا كلنا. يعني اقوله؟ قوليه. 66. طيب تحبي تغيريه؟ براحتك. خليه 77. 77 تحبي تغيري؟ لا اخر اخر كلام. اخر كلام. طيب بصوا انا هفتح التليفون. اوكي. بس تعالوا نفتح النوته هنا، واتس، انستجرام، اي حاجه. مفيش نوته هنا، ساوند كلاود، مفيش نوته. ادي النوته. تمام. امسكي. امسك التليفون. دوسي على النوته دي. حزب. ايوه نوته. أوكي. ايوه الكاميرا بس تبين الحاجه. دوسي على رسومات اللي احنا اتفقنا ان احنا هنلعب عليها. تمام. في 100 ايموجي، شوفي رقم. اختار 77. الرقم اللي انت قلتيه 77. اوكي. قدامه ايه؟ 77 قدامه طيارة. طيارة. طيب هل يا ترى الطيارة دي متكررة تاني؟ شوفي براحتك. اتأكدي؟ لا. لا يعني لو كنت اخترتي أي رقم تاني غير 77 كنت هاخد حاجة غير الطيارة. زي ما أنت كنت مختار رقم الأول كنت حاجة تانية غير الطيارة معرفش إيه هي. هل يا ترى ينفع أكون من الأول خالص عارف إنك هتختاري طيارة؟ المفروض إنه لا. المفروض إنه لا. المفروض إنه لا. طيب أنت افتح ووري لهم أنا عامل إيه؟ طيارة. شكرا. شكرا. احنا كده بنسخن. لا ازاي؟ طب هو موضوع بيبقى فيه معتمد على السيكولوجي. هي غيرت الرقم يعني حتى لو هتقول ان انت يعني شفت ان يعني ممكن اكون انا اللي خليتها تغير الرقم بس من غير ما هي تحس. بالظبط. تلاعب. في تلاعب بالعقل اللاواعي حاجات كتير. لا خلاص انا هبوظ لك. انا هبوظ. سؤال بقى قبل ما ابتدي الخناقه الثانيه، يعني اول بداياتك كانت سوشيال ميديا ولا حفلات في البيت ولا مع اصحابك؟ انا ابتديتها الاول خالص انا والمرايه اصلا. بعد كده انا واخويا ووالدتي. اوكي. وبعد كده انا واصحابي. وبعد كده ابتديت اطلع في مسرح الكنيسه. تمام. وبعد مسرح الكنيسه ابتديت بقى مسرح يعني مسرح بره. تفتكر اول جمهور لك كان كم حد مثلا؟ كبره الكنيسه يعني بره بره البيت. بره بيتنا. بره بيتكم. تقريبا كان 150. طب دي حاجه حلوه جدا. عشان كان حفلات مسرح لان انا اصلا ممثل ورسام. تمام. فدول كمان مساعديني في الماجيك كتير. بيجي لك الجمهور عشان يشوفك. فوقتك حفلات مثلا مسرحيه في مثلا في الكنيسه شغل ترانيم. تمام. معهم فكره ماجيك، فكره رسم، هكذا. تمام. انا عايز اشوف حاجه. خفه يد. خفه يد. طيب هحاول العب مع حاجه سريع يعني. ماشي يعني سريع. بص هنا معانا كوتشينه. اوكي. عايز حاجه تتاكد منها؟ لا كوتشينه ماشي. اتاكد منها. اتاكد ان هي مختلفه ومفيش حاجه متكرره ومفيش حمامه في النص. حاجه بيضاء. في حمامه في النص جوه. عشان هو هيلعب معانا كتير. تمام. بص حضرتك ببساطه الكوتشينه كلها تقريبا بتبقى 52 ورقه، ال 52 ورقه دي فيها ارقام وفيها صور. هل يا ترى ينفع نلعب بارقام بس من غير صور؟ لا ما ينفعش نلعب بصور من غير ارقام. لا ما ينفعش نلعب بكوتشينه بيضه. لا اصلا دي الكوتشينه اللي كانت في ايدك. اصلا بص هو هيطلع. طيب. نضاره يشوف لك.
عشان نعرف نلعب بيها لازم تبقى كلها ارقام وصور زي كده بالظبط كده. طيب انا هقول لحضرتك دلوقتي انت هتختار ايه زي ما انا كتبت طياره. لا انا دلوقتي بس وانت بتوري وري الكاميرا عشان نشوف. دلوقتي هتختار 8 شجر اسود. ما اخترتش لسه، هنختار هنشوف. هنا في كوتشينه ارقام وصور كتيره، المس اي ورقه انت نفسك فيها، المس اي ورقه، تطش بس من فوق، المسها بس من فوق، طلعها اي ورقه طلعها، هتلاقي الثمانية شجر سودا اللي احنا قلت لك عليها. وريها للكاميرا، وريها للكاميرا بس، ارقام وصور مختلفه، وريها للكاميرا عشان تشوفها. هو الموضوع كله الكاميرا بتاعتك على عقل. انا ازاي بخفه ايد بس زياده على العقل اعرف اخليك تختار الحاجات اللي انا عايزها. بس انت مقتنع انك بتختار اللي انت عايزه نفس كلمه. طب تاني يا انا مصمم. لا الجواب ليه لعبه جديده. طب تعالوا نلعب لعبه انا حبيها قوي لان انا مألفها، انا الكرييتور بتاعها. الموبايل بتاعي ينفع حد فيكم يفتحه؟ لو بصمه، بصمتك انت، سواء بصمه او باسورد. انت حد فيكم يعرف باسورد بتاعي او البصمه بتاعتي؟ لا لا. اوكي. في اماكن كتير احنا شفنا الفتره اللي فاتت ممكن لاعب خدع يفتح تليفون مذيع، يفتح تليفون حد بالظبط. فانا فكرت ليه ما اخليش اللي قدامي هو الماجيشن اللي يفتح تليفوني، قلت اخش بره الصندوق شويه جديده شويه. طيب انا عايز انتوا الثلاثه هتساعدوني في لعبه هنستخدم فيها الكالكوليتور. ماشي تمام. انا هكتب رقمين. ماشي في، اكتب اي رقمين، دوس فيه في. ماشي انا اكتب اي رقمين، اكتب اي رقمين وبعد كده دوس يساوي. اكتب رقمين ودوس يساوي. تمام سين. طلع ناتج صح. قول ايه هو الناتج. 27.01. لا قول رقم الشمال اللي 2701. 2700 1. صح كده ماشي. دوس لوك التليفون. لوك اقفل التليفون من جنبي. يعني دوس لوك التليفون. اوكي. اتاكد ان حضرتك انت لو كتبت اي ارقام او اي حاجه غير دوت هل يا ترى هيفتح ولا لا. افتح وشوف. جرب يعني. لا افتح. حاول تكتب تاني وريني كده ثانيه. الموبايل نفسه فاتح ولا لا؟ في، هتلاقي عندك الباسورد. مش هيفتح كده. لا ما في لوك. في لوك صح. طب اكتبي اي لوك غير ده. اي لوك غير ده. اي لوك غير ده. هل يا ترى الموبايل هيفتح؟ ودوست اوكي. لا كلمه المرور صحيحه. طب تصدقي لو قلت لك ان ده اللوك حاصل ضرب ارقام بتاعتنا المختلفه. 2701 جو. ما فتحش. شفت بقى اللي قلت لك هبوظك. طب انا قلت ان ده الباسورد بس ما قلتش ان الباسورد بتاعي ارقام. الباسورد بتاعي كلمه اصلا. في هنا كلمه بس انتوا مش شايفينها. وانت كتبت سبعه بطريقه غريبه فدي شدتني اصلا. بصي لو قلبتها كده لاف لاف. اكتبي كلمه لاف. طب اوكي ثانيه واحده. لاف اوكي. ال او في اي جو. فتح. طيب لا طب اطلعي بره. اطلعي بره خالص اهو. تمام. اخر حاجه بقى دي عشان هنختم معانا. بس بطريقه ثانيه. تمام. بص اللوك ثاني. تمام كده مقفول. طيب اتاكد ان بصمتك ما ينفعش تفتح التليفون. طب بصمه عندك اهو. تمام اخر حاجه اهو صح. تمام. طيب بص هنا انت لو حضرتك دوست على ببصمتك ما فتحش حاجه. مش هيفتح. لو دوست ببصمتك مش هيفتح. مش هيفتح ولا حضرتك صح. ماشي. مستحيل مستحيل يكون في بصمه او بصمه متكرره. لوك الصباع بيبقى فيه 34 خط بالظبط. لوك صعب جدا. صح كده. انا عايز حاجه تلمس صباعي. عايزك افتح اللوك بقى. تدوس. الله هيفتح. شكرا. دي اخر حاجه نفتح بيها. صباعتي اخد بصمتي وفتح تليفوني. انت ساحر. شكرا ليك جدا. يا رب تكونوا اتبسطتوا. انا كمان حابب اشكر الفريق بتاعي اللي انا للاسف ما عرفش يجي عشان كان تعبان. في حسام الشيطان وماركو واحمد ورامي احمد. احنا عاملين فريق ان شاء الله. ان شاء الله حلقه ثانيه نجيبها كلكم مع بعض. باذن الله. شرفتنا جدا يا ديمي. شكرا. ودي كانت اخر حلقتنا النهارده، حلقه برنامج انا وضحى. استنونا كل يوم اثنين الساعه 3 العصر على قناه الصحه والجمال. سلام. مع السلامه.